قلق أمريكي من أنشطة الحفر في المياه قبالة قبرص، هذا ما أشار إليه وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو بالمر، وقال إن هذه الإجراءات تزيد من التوترات في المنطقة، ولهذا نحث السلطات التركية مرة أخرى على وقف جميع عمليات الحفر قبالة قبرص. تحذير بالمر الذي جاء في مؤتمر دولي عقد في اليونان يتبع تهديدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمضي قدما في عمليات الحفر، بما في ذلك خطط لإرسال سفينة استكشافية جديدة داخل المياه الإقليمية اليونانية قبالة ساحل الجزر اليونانية. وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الكشف عن مكان محدد للحفر، ولكن تركيا تهدد بالبدء في عمليات التنقيب منذ أن وقع أردوغان اتفاقية بحرية مع ليبيا، مما يسمح لأنقرة باستكشاف الغاز الطبيعي والنفط واستغلال مئات الكيلومترات من قاع البحر المتوسط من ساحلها الجنوبي الشرقي إلى شمال ليبيا. ومع وجود الجزر اليونانية بينهما، تؤكد تركيا أن الصفقة تمنحها أيضا الحق في إجراء عمليات المسح في المياه اليونانية. وفي هذا الصدد يقول جيفري بيات السفير الولايات المتحدة في اليونان إن هذه القراءة خاطئة، وأضاف بيات إنه أمر غير مفيد واستفزازي تحت أي مصطلح، ولكن الأهم من ذلك أنه لا يمكن أن ينتزع أي حق من حقوق اليونان.